اللاعبين يلعبون في أفضل النوادي في أوروبا وأمريكا الجنوبية ولا يودون أن منتخب مقاطعة كاتالونيا بروعة بكل روعة. بويان انفلت على الجهة اليسرى توغل من إمام الكبار كالصغير دخل في وسطهم وتمكن من أن يفعل فعلته ويضاف الهدف الثاني لمنتخب مقاطعة كاتالونيا هدفان لصفر. فعل الصغير بويان أمام الكبار، صغير القامة طبعا والوزن وليس صغير القيمة من حيث القيمة الفنية. شوف التوغل والانطلاق عن طريق بويان، خفته وسرعته ورؤيته الجيدة ودقته في التسديد كانت رائعة من دون أن ننسى أو نتناسى أو نتغاضى عن شجاعته الكبيرة ورؤيته الجيدة لكل هؤلاء اللاعبين الذين أمامه وأمام المرمى بدقة وبروعة يضيف الهدف الثاني لصالح منتخب مقاطعة كاتالونيا. كل شيء حاضر في تشكيلة منتخب كاتالونيا بما في ذلك الفعالية الغائبة عن عناصر المنتخب الأرجنتيني منذ انطلاقة المباراة.